احنا معانا كابتن مؤمن صفا شباب. طيب كمان شويه هيبقى معانا الكابتن مؤمن صفا المشرف على المنتخبات الوطنيه لكره اليد، وعايز اساله ازاي نحافظ على هذا المنتخب؟ اصل يا اخوانا هتحصل نفسيات، ما انت عارف بلدنا يعني الدنيا ممكن تتكعبل، ما الاقيش الفريق ده. معايا على التليفون كابتن مؤمن صفا المشرف على المنتخبات الوطنيه لكره اليد. الف الف مبروك كابتن مؤمن. الله يبارك فيك يا كابتن محمد، مساء الخير على جمهور مصر العظيم، ومساء الخير على البرنامج بتاع حضرتك، والف مبروك لمصر كلها. توقعت ان منتخبنا ممكن يحقق المركز الاول؟ حضرتك بالتوقع يعني احنا بنشتغل طول عمرنا على ان احنا نلعب على المراكز الاولى كاتحاد كره يد من اول التسعينات لغايه دلوقتي، دايما ده هدفنا ودايما ده رؤيتنا لاي اتحاد بيجي في مجال كره اليد، هو دي الرؤيه المطلوبه ان احنا نحققها. طب ازاي نحافظ على قوام هذا المنتخب عشان يتصعد للشباب وللمنتخب الكبير ويحقق البطوله؟ حضرتك بتتكلم على 2021 اللي هتقام في مصر ان شاء الله. نعم. هو التخطيط بتاعنا من ساعه لما جينا ان احنا نبني فريق يعني ينافس على بطوله العالم المقامه في مصر، لان دي بالنسبه لنا امنيه وبالنسبه لنا حلم وبالنسبه لنا هدف. صحيح. وبالتالي ابتدينا ان احنا نشتغل على مرحله قصيره وعلى مرحله طويله. المرحله القصيره كان عندنا خلال السنه اللي فاتت التاهيل لبطوله العالم ديت، بيتاهل من بطوله افريقيا، واحنا كنا فاجئين في المركز الثاني، كنا مستلمين الاتحاد، احنا كنا تاني افريقيا على مستوى الشباب وتاني افريقيا على مستوى الناشئين. يعني الفرقه اللي قدام حضرتك ديت كانت تاني افريقيا السنه اللي قبل اللي فاتت. نعم. في خلال سنه الهدف اتحط، البرنامج اتحط، المدربين نقيناهم على اعلى مستوى، حاولنا ان احنا نشتغل. الفرقه دي حضرتك بنجمعها بقى لها سنه ونص بتتدرب اسبوعيا ثلاث او اربع اكيد علشان توصل للنتيجه دي. طب بالزبط. احنا عندنا اولمبياد في طوكيو 2020، ممكن نطمع في ميداليه اولمبيه؟ بص حضرتك يعني لكل حدث حديث، احنا الاول التاهل لطوكيو ده عندنا من خلال بطوله افريقيا اللي هتقام في تونس، وان شاء الله لما نتاهل في طوكيو هنحط الهدف اللي بعديه ان احنا لما نلعب الاولمبيات يبقى عندنا هدف تاني ان شاء الله، اعداد لكاس العالم 2021، فلازم يكون عندنا تارجت في طوكيو ان احنا نعمله. اخر سؤال، كيف سيتم استقبال هؤلاء الابطال؟ والله احنا بكره عندنا اجتماع في الاتحاد بنحاول ان احنا يعني نعمل حاجه تليق اتمنى تخاطبوا مؤسسه رئاسه الوزراء. بالظبط. والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. لينا امكانيات محدده، طبعا لو هنستغل امكانيات الدوله هتبقى الحاجه مشرفه اكتر. اشكرك كابتن مؤمن صفا المشرف على المنتخبات الوطنيه لكره اليد.